الداتا اللي مدرسه اليوم. هلا احنا عملنا شيء اسمه سمارت ووتر كاونتر، هذا الجهاز بيعمل على المانجمنت تاع الموتر. هلا احنا جميعا بنعرف انه مشكله المي هي اكبر مشكله في العالم. بما ان الاردن ثاني اقوى دوله في المياه في العالم، خلينا ناخذ كونسيدريشن في هذا الموضوع. قبل سنتين شاركنا في نشاط اليوبي اسمه ريبرزنتيشن داي، وسربرايزنجلي كان الموضوع تبعنا عن المي، وكان هو ايجاد حلول ابداعيه للمياه في الاردن. واقعيا طلع بها الفكره، ومن سنتين لحد هلا واحنا بنطور بها الفكره لحد ما صارت هي نهايه سوق الدعم. ما بلشنا نشتغل على البروجكت كان المكسوب الفرد السنوي للمياه في الاردن 100 متر مربع، 100 متر مكعب. هلا صار 70 متر مكعب، سنتين 30%. هلا زميلي رح يشرح لكم عن الديفايس تبعنا. طبعا الديفايس هو اردوينو بي اس، هو عباره عن سمارت ووتر كاونتر. عالجنا كثير مشاكل بالووتر كاونتر الحالي اللي موجود في كل البيوت في الاردن. طبعا عندنا الووتر كاونتر العادي بدخل هواء وبيعد الهواء بدل المي. شو عالجنا الموضوع؟ احنا عملنا اوبن سيركت. طبعا لما تيجي المي، المي معروف انه هي الكتريكال توصل الكهرباء، فلما تيجي انه حتعطي انفلسز للهاد وانه تفتح الباب. وعندنا طبعا بمكنك انك تدفع الفاتوره تبعتك عن طريق الانترنت، لانه في واي فاي تيرمينال بيكون موصول على الداتا بيس بالانترنت ومن برين الاردوينوز. هلا هذا جهاز بيحسب لكل عيله منسوب من المياه، وبناء على هذا الشغله بيسمح للعيله، مثلا العيله فيها خمس اشخاص بدون 75 هو منسوب الفرد المتر المكعب، وبناء عليه بيطلع قديش الاستخدام السنوي لهي العائله وما بتعيد طبعا. لو عاشوا بدون مشروع هلا مين الكاستمرز تاعونا؟ الكاستمرز تاعونا هم الشركات المياه والووتر ديستربيوتنج كومبانيز في العالم كله، مش شرط الاردن بس، بالنسبه للاردن هي مياه. لحد هلا احنا ما حكينا مع اي كومباني من هاي الكومبانيز الصراحه، بس حكينا مع الكاستمرز تاعونا. الكاستمرز تاعونا اللي هم الناس عايشين في البلد والناس رح يطبق عليهم هذا الديفايس، ولحد هلا كل الفيدباكس اللي عم نسمعها هي بوزيتيف فيدباكس. هلا ايش الماركت فاليو تاعنا؟ الماركت فاليو تاعنا مو بسيط، الماركت فاليو تاعنا جلوبال، يعني العالم كله ممكن يستخدم الديفايس هذا، لانه مشكله المياه مو مشكله لعنا بس، مشكله للعالم كله، وهي مشكله لازم نحلها هلا قبل ما يجي المستقبل، لانه اذا ما حلناها هلا المي رح تخلص، ما رح يضل مي لولادنا. احنا عم نحل مشكله مش بس لحالنا، عم نحل مشكله كمان لعبالنا ولعبالنا. هلا بالنسبه للمصاري رح يكون ناخذ مبلغ بسيط لا يعلى عن 1% على كل جهاز محكم، يعني اقل من الدولار. بس حاب احكي لك مشاركه مسابقه الايس افتتاح المركز التعليم، بس للاسف ما لها علاقه. بدي اسال سؤال، العمل تبعكم هذا عباره عن بزنس ولا تطور؟ رح يكون الاثنين مع بعض. يعني هلا هدفنا احنا نوفر مي، لانه هلا مشكله المي كبيره، بس بنفس الوقت يعني مش حنطلع منه غير ما يكون احنا ماخذين، يعني طلعنا فكره وحلينا لقينا حل، رح ناخذ 20 قرش او نص دينار على الجهاز الفردي. مبلغ بسيط. طيب في بلد صنعة فيها شبه منها 200 مفاتيح ماليه، كيف بدي انا اقنع الزبون انه يركب هذا العداد؟ بيتحكم بمقدار المي اللي انا راح اصرفه. مش ممكن اول شيء لازم يكون في عندنا حملات توعيه بهذا المجال، ما فيك ممكن مثلا مشروع زي هذا. هو المشروع عباره عن حمله توعيه، يعني مثلا انت جسمك راح يتعود على كميه المي، او انت راح تتعود على كميه المي. مثلا انت بتضوي الحراره تبعك كل يوم على الساعه 7، مش بعد 6 ايام او 7 راح تصير لحالك تصحى الساعه 7، فجسمك مثلا لو نشيل المشروع بعد سنتين مثلا جسمك تعود لحاله انه يستخدم المي اللي بتحتاجه. صديقي بيحاول يشرحه انه لو طبقت المشروع هذا بالاردن لفتره معينه ورجعت بعد هاي الفتره رح تلاقي الناس لحالها واعيه كثير لما الناس تستخدم اكثر من هاي المي، لانه الجهاز رح يعين بشكل اي سؤال ثاني؟ هلا عندنا هذا البروتوتايب تكلفته قليله سنويا، بس انه لا احنا بنقدر نعمل بريد تبعه، يعني
يعني بريد الطباعه بيجي زي مايكرو تشيبس اقل حجم كثير واقل تكلفه بكثير، يعني راح تكون تكلفه لا تذكر بالنسبه للميديكال. جهاز عدد المي راكب عندك في البيت حقه 150 هذا حقه 150